تتزايد جرعات الأمل ولو بشكل بطيء على خط التغلب على فيروس كورونا. أحد المؤشرات الإيجابية تخطي عدد المتعافين عتبة المليون في وقت يتوالى تخفيف إجراءات الإغلاق في عدد من الدول، في مؤشر قد يكون أيضا إيجابيا للدلالة على بدء تراجع الفيروس. في المقابل تواصل أرقام الإصابات والوفيات تسجيل ارتفاعات. الآن نطلع بالتفصيل على آخر الأرقام التي سجلها فيروس كورونا حول العالم والمحدثة دائما عبر موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الإحصاءات الأخيرة بشأن فيروس كورونا، المصابون حول العالم تخطى 3 ملايين وحوالي 200 أو 200 وكذا ألف، المتعافون أكثر من 1 مليون شخص، والوفيات للأسف 232,784. هذه الأرقام بالنسبة للتفشي حول العالم، وبالإمكان الاطلاع عليها أولا بأول على كل مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن لمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان استشاري الأمراض المعدية والفيروسات الدكتور فارس البكري، ومعنا من مدريد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور غسان الجعيدي. مرحبا بكم دكتور فارس، مساء الخير. دعني أبدأ معك أولا، هناك جانب يعني مضيء وجانب ما زال معتما إلى حد كبير فيما يتعلق بهذه المسألة، أو نصف ملآن أو نصف فارغ من الكوب كما تشاء. هل الأرقام المشجعة تعطي سببا للتخفيف من الإجراءات المتخذة حاليا؟ هل نحن ربما بدأنا نتجاوز عتبة الهلع والخوف وكل هذه الأمور لنتعامل بشكل أكثر عملاني مع هذا الوباء؟ شكرا وتحياتي للمشاهدين. أولا الرقم جيد أنه تم ما يسمى شفاء حوالي 1 مليون شخص، لكن يجب أن نتذكر أيضا أنه يوجد كثير من الوفيات، يوجد كثير من الناس لا يزالوا في المستشفيات، ومن المبكر جدا يعني الاحتفال بهذه الأرقام. لا نعرف، هناك دراسات تجري الآن لمعرفة صحة أو الصحة العامة للمرضى الذين تعافوا من الكورونا أو كوفيد. جزء كبير منهم يعاني من أمراض القلب، أمراض بالرئة، أمراض بالدماغ، يخرجون من غرف العناية الحثيثة بمثلا ضمور عضلات، أو يحتاجوا إلى فترة طويلة من التأكل. ليس كلهم طبعا، نسبة منهم نسبة قليلة، لكن هذا يعني بدأ يطفو على السطح. من المبكر، ولا ننسى أنه أو حتى في البلدان التي قد بلغت الذروة أو الحالات بدأت بالنزول، لا ننسى أنه قد يكون هناك موجات ثانية وثالثة. في حالة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو خروج ناس يكون مناعة إلى المجتمع. طيب دكتور غسان، ما رأيك؟ هل بالفعل هذه الأرقام الإيجابية تشير إلى تحول ما، يتطلب أيضا تغيير ما في الممارسات، أم أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ أي إجراء من هذا النوع وإعلان الانتصار والبدء بالاحتفالات؟ منظمة الصحة العالمية واضحة تقول ما زال الوقت باكرا جدا لأي تغيير في هذه الإجراءات، ما رأيك في ذلك؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا من وجهة نظري يعني هي صراحة كل بلد عندها مؤشراتها الخاصة اللي بتسمح لها تتخذ قرار بتخفيف يعني تخفيف الحجز والإجراءات الضبط وإجراءات العزل ويعني منع التجول. كل بلد حسب إمكانياتها، حسب التجربة تاعتها، حسب التجهيزات ومثلا وحتى الفرق الصحية اللي عندها إياها، بتقدر تأخذ قرار يعني تقول إنه هلا احنا في مرحله ننتقل الى مثلا تخفيف او عدم تخفيف او يعني، فهذا بيختلف من دوله الى اخرى. هذا اول شيء. بس احنا يعني احنا اظن اسبانيا وايطاليا من اصعب دولتين يعني، او مرينا بمرحله جدا صعبه، واحنا هلا في مرحله الحمد لله قدرنا نسيطر ونحاصر ونوعا ما نتعلم من ما مرنا به، وجاهزين لنمشي خطوه الى الامام
ونبلش شوي شوي بطريقة تدريجية، طبعا محصورة مدروسة، لا انه نستعيد الحياة الطبيعية في اسبانيا، بس بطريقة تدريجية. تدريج ما معناته انه باسبوع او اسبوعين، ممكن تاخذ منا شهر او شهرين، بس انه لازم نبلش خطوة بعد خطوة انه نرجع للحياة الطبيعية على كافة، يعني مش بس الصعيد الصحي، بل الصعيد الاقتصادي والصعيد النشاطات العادية، يعني الخروج إلى الباركات وإلى نزهة، يعني بس بطريقة تدريجية وبطريقة يعني تابعة إلى الإرشادات دائما. المشكلة أنه أي تساهل البعض يقول وأي تراخي في هذه المسألة قد يأتي بنتائج وخيمة، موجة تفشي ربما تكون حتى أصعب من الموجة الأولى. أعطيك مثال دكتور فارس ودكتور غسان، في الجزء الصربي من جمهورية البوسنة، ما يعرف بجمهورية صربسكا، كان هناك إجراءات قيود مشددة، ثم جاء عيد الفصح الأرثوذكسي والسلطات تراخت في هذه الإجراءات وفتحت الكنائس وبدأ الناس يذهبون وكأنه الأمور طبيعية. ظهر عندهم موجة يعني بشكل سريع من الإصابات خلال أيام من هذه الاحتفالات، ليخرج رئيس الوزراء في هذه الجمهورية ويقول أخشى أننا ندفع الآن ثمن ما حدث خلال عيد الفصح الأرثوذكسي، على الرغم من مناشدة المواطنين مرارا احترام قواعد التباعد الاجتماعي. دكتور فارس، إلى أي مدى أي تراخي اليوم في هذه الإجراءات، سواء استنادا إلى الأرقام الإيجابية أو غيره، قد يؤتي بنتائج يعني وخيمة بين قوسين إذا لم يكن هناك يعني احتراز في هذه المسألة؟ يعني إذا لم يكن هناك احتراز وبدأ فك الحظر بطريقة سريعة أو متعجلة أو غير مدروسة، وبدون متابعة الأرقام الحالات، وبدون فحوصات مكثفة، ما قد يحدث أنه قد، لأن المجتمع مناعته للفيروس ضعيفة، قد ينتشر مرة أخرى، وقد ينتشر بسرعة، لأن الناس قد تم اختلاطهم مع بعض، وقد تم التراخي في مسألة التباعد الاجتماعي ومسألة الصحة العامة، والمستشفيات منهكة والكوادر الطبية منهكة، وحتى الألبسة الوقائية قد تكون يعني بأعداد قليلة. أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة. وكمان مررنا بالموسم واقتربنا من موسم الشتاء، هناك احتمال أن يكون هناك أيضا إنفلونزا، فتبدأ وباء الإنفلونزا أو موسم الإنفلونزا مصحوبا بموجة ثانية أو ثالثة للكوفيد، وعندها ستكون أرقام كبيرة وستمتلئ المستشفيات هؤلاء الناس. يجب الحذر جدا في هذه المرحلة، وهذا كما ذكرت قالته منظمة الصحة العالمية. دكتور غسان، بدي أعطيك مثال أيضا آخر على هذه المسألة. السويد، البعض يعني كان يشيد بالسويد كنموذج لأسلوب آخر في التعاطي مع تفشي هذا الوباء. السويد من أقل الدول تشددا في الإجراءات، تركت الأمور يعني للمواطن وشعوره بالمسؤولية، يعني لم تفرض الكثير من الإجراءات. اليوم في السويد هناك 20,300 حالة إصابة، 2,500 حالة وفاة تقريبا. لو بتقارنها مع كل الدول المحيطة، الدنمارك، النرويج، فنلندا، الأرقام في هذه الدول التي فرضت قيود مشددة أقل بكثير من السويد. هل يمكن القول أن نموذج التراخي في هذه القيود يعني يؤتي نتائج سلبية حتى الآن؟ نعم بالطبع. إذا التراخي كان بطريقة يعني سريعة أو يعني تخفيف، لا هي مش سريعة، السويد لم تفرض هذه القيود كما فرضتها دول أخرى، هي تركت مسألة التباعد ومسألة الحجر للناس لكي يقدروا هذا الموضوع، ولكن الأمور تسير طبيعية. إذا يعني تشاهد أي فيديو اليوم من السويد، المطاعم مفتوحة، الناس تجلس في المقاهي، الدورة الاقتصادية شغالة، ولكن الحالات كثيرة مقارنة مع الدول المجاورة. نعم، هلا
بيعتمد كثير على الشعوب. يعني احنا لو حصل عندنا نفس الموضوع مثلا في اسبانيا، احنا شعب كثير بيعتمد على الاختلاط وكثير على الحفلات وعلى الطلعات والنزلات، هو كثير اجتماعي، يعني هو شعب جدا اجتماعي. فاذا بنترك له يعني على قراره او على التزامه او قوه التزامه حتكون صفر. يعني اذا ما نقيده او ما نعطيه ارشادات صارمه وواضحه، ورغم احنا ارشاداتنا بنعطيها، يعني تواجد يعني بتواجد انه في كثير من افراد المجتمع ما يعني زي كانوا ما لهم علاقه في الموضوع اصلا. فلذلك تعتمد من شعب الى اخر، يعني يمكن التزامهم كان اكبر. عندنا في اسبانيا انا يعني متاكد 100% انه اذا كان يعتمدوا بس على التزام الافراد من الاول. طبعا هلا الوضع اختلف، انه صار عندنا تجربه وصار عندنا ازمه وصار عندنا يعني درس تعلمناه شديد. بس اذا من الاول تركناهم بدون ارشادات وبدون مخالفات والى اخره، ما كان هذا يعني كان وضعنا حيكون اسوء بكثير اكيد. يعني فبيعتمد من شعب لاخر بيختلف. طبعا في المانيا مثلا برضو الاجراءات ما كانت صارمه لهالدرجه مثل ما حضرتك تفضلت. برضو يعني في بلاد فيها الاجراءات خفيفه، ولم يعني ما بيعلى عندهم نسبه الوفيات او نسبه الاصابات. برضو لازم نعتبر تجهيز البلد، يعني الامكانيات اللي في كل دوله. يعني امكانيات اسبانيا كانت رغم انها دوله قويه في الطب، ولكن في اخر سنين خففوا كثير من الميزانيه اللي كانت مستقصده للنطاق الصحه او الفئه الصحيه. فلذلك هذا خفف جدا من قوتنا للتعامل مع وباءات او مصائب بهذه الحجم. فلذلك هذا جدا مهم. هلا احنا الحمد لله تعلمنا من هذا الموضوع، وهلا احنا سايرين على بروتوكول وبرنامج تأهيل مستشفيات، يعني تجهيزها، تجهيز غرف الطوارئ، حط يعني نحط بروتوكولات جدا صارمه في غرف الطوارئ وفي غرف العنايه المركزه. وهي البروتوكولات مش حتصير بس للمرحله اللي احنا فيها من الكورونا، بل يعني حتمنحنا او حتضل معنا الى فتره طويله، ويمكن حتى تضل هي اصلا هي طريقه التعامل، لانه يغير الكورونا فيروس غير طريقتنا بالتعامل طبيا مع الامراض ومع وجهه نظرنا الى المستشفيات وغرف الطوارئ وغرف العنايه المركزه والفرق الطبيه بالاجمل. يعني فلذلك احنا تغيرت وجهه نظرنا، والحمد لله هلا احنا ماشيين على خط اللي بنحضر فيه. يعني حتى رغم انه ممكن نحكي عن موجات قادمه، ان شاء الله حتكون موجات اسهل التعامل معها، لانه مش بس ناتج عن خبره، بل ناتج عن تجهيز الدكاتره والمستشفيات والفرق الصحيه والعاملين الصحيين السكر الواقيه الى اخره بطريقه افضل. فالتعامل حيكون جدا اقوى. فلذلك طيب. برضو لازم نزيد على هذا الموضوع تشريحنا للفيروس وفهمنا للمرض. احنا يوم بعد يوم بنتحسن وبنفهم الفيروس افضل، وبنفهم وين اعراضه، وين مضاعفاته، وين بيشتغل. فلذلك حنتعامل معاه بطريقه اقصى وباقوى، ورغم من الموجات ممكن تيجي، بس انا من وجهه نظري حنتعامل معها بطريقه افضل من هلا. طيب سنعود ربما للحديث عن مسألة الطريق نحو اللقاح والعلاج وكل هذه الأمور، ولكن أشرت إلى مسألة مهمة دكتور غسان، وهي مسألة أنه تغيرت طريقة التعاطي مع وجود وباء كوفيد-19 بالنسبة للمرافق الصحية، ولكن هل تغيرت طريقة تفكير الناس دكتور فارس؟ وهذه مسألة ربما الأهم. هل نتوقع نمط جديد من السلوك لدى الناس سيستمر، أم أن الناس وصلت إلى مرحلة الملل كما يقول البعض وتريد العودة إلى حياتها السابقة قبل تفشي هذا الوباء؟ والله سؤال مهم. هناك فروق بصراحة بين الشعوب. يعني في شعوب يعني نسبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي عالي جدا، يعني في دول في أوروبا يعني كما قرأت وصلت فوق 95%. وفي طبعا دول أقل تعتمد على وعي المواطنين، مدى الوعي الذي تم نشره من وسائل التواصل، وسائل الإعلام، عدم التخويف، عدم استخدام مثلا طرق غير مثلا مدروسة أو علمية للعلاج أو للوقاية، مما يؤدي طبعا إلى زيادة الوباء. لكن يعتمد على وعي الشعوب، على مدى قدرة الحكومات على إمساك بزمام الأمور وإبقاء الشعوب أو إبقاء المجتمعات متأهبة. يعني إعطاء رسائل كمان خاطئة أنه نحن قد خرجنا من الوباء، حالاتنا مثلا المنطقة الفلانية خالية من الوباء،
يعني هذه رسائل وإن كانت يعني صحيحة لغويا لكنها قد تحمل مثلا معاني لا تحمد عقباها، مثل التراخي. قد يعتقد كثير من الناس أنه نحن خرجنا من الموج الأولى والذروة والحالات مثلا قليلة جدا وخلص نرجع لحياتنا القادمة مثل ما بيقولوا، يعني سابقا. بعد العيد بيرجعوا الناس بيسلموا على بعض. يعني لا نريد هذا أن يحدث طبعا. دكتور غسان، هذه الرسائل الخاطئة يعني هي سيف ذو حدين، في الوقت نفسه لا تريد إثارة الهلع والخوف وكل هذه الأمور، ولكن في الوقت نفسه لا تريد أن الناس تستسهل في هذه المسألة وتبدأ بالاحتفالات بأنه قضينا على فيروس كورونا، لأنه العالم ما زال بعيدا كل البعد عن هذه المسألة. إلى أي مدى يعني كيف يمكن الموازنة بين هاتين المسألتين؟ نعم، هلا احنا في المرحله الاولى ممكن نحكي انه فعلا ممكن يكون كان في استهتار او نوعا ما لسه ما كنا فاهمين موضوع الفيروس او مدى مثلا قوته او صعوبته علينا والاخره، ولكن هلا في احنا في المرحله الحاليه يعني اظن انه جميع افراد المجتمع سواء في اسبانيا او خارج اسبانيا اتفهموا الموضوع. يعني هلا حيصير في مثل ما بنحكي فوتبرنت، اللي هي يعني حيضل في عندنا ذاكره المرحلة الصعبة اللي مرينا فيها، ولذلك رغم انه هلا صار في عندنا تخفيف القيود وتخفيف الاجراءات بتلاقي انه الناس ملتزمة. يعني مثل ما حكيت في الاول انه في المرحلة الاولى الاسبان مستحيل كنا نلتزم بامر اذا تركت لنا يعني على 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 اور جادجمنت على تفكيرنا احنا، هلا في هذه المرحلة ممكن احكي لك عليه انه صار في عندنا خبرة سلبية وصعبة. فلذلك بس هلا انت يعني لما نطلع على الشعوب ونطلع على الاسبان بالاحرى، انا بحكي لانه هم يعني شعب جدا فرح ومرح ويخرج ويطلع ويجتمع والى اخره، بتلاقيه انه لا في حذر وفي فهم وفي وعي وفي ابتعاد وفي التزام. يعني في المولات حتى مش المولات، المحلات الشراء لما نروح نشتري الطعام والى اخره ملتزمين وفي مسافات اكثر حتى من 2 متر. وانا شعوري انه المرحله الصعبه اللي مرينا فيها يعني خلت في عنا طريقه لنشوف الحياه بطريقه اخرى، يعني نكون اكثر كومبرومايز مع انه نحاول ان نقاتل هذا الوباء كلنا يد واحده، ولذلك التعاون ويعني الالتزام بالاجراءات رغم انه حيتم تخفيفها. يعني حتى لو تخففت انا شعوري انه حيدوم وقت فتره طويله انه نفس الافراد ما بدهم يرجعوا لهذا الموضوع مره ثانيه، ولا للمرحله الصعبه ولا فقدان الاحبه والى اخره في المستشفيات. فلذلك يعني حيكون في التزام من نفس الافراد حتى لو رفعت القيود. دكتور فارس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اولا تعافى من الكوفيد 19 وكان في البدايه على فكره من المناصرين الى لمساله انه عدم التجديد في القيود وكل هذه الامور، اليوم كان له يعني تشبيه جميل يقول يعني الان البلاد تخرج من وصلت الى مرحله الذروه وبدات الحالات بالانخفاض، يقول ان الوضع يشبه المرور في نفق ضخم تحت جبال الألب، بات بامكاننا رؤيه الضوء والسهول امامنا، ولكن من الاساسي الا نفقد السيطره ونتجه بقوه نحو جبل ثاني اعلى، طبعا ملمحا الى امكانيه انه ترتفع حالات الإصابة. هذه المسألة التي يتخوف منها البعض، منظمة الصحة العالمية تشدد على هذه المسألة، يجب عدم التراخي حتى نتأكد من أن الوباء تحت السيطرة. متى نصل برأيك عمليا كمواطنين وليس كسلطات أو كدول إلى هذه المسألة؟ على المواطنين دائما يلتزموا بمسألة التباعد الاجتماعي وسائل الصحة العامة وغسيل اليد وعدم التجمع وعدم زيارة المرضى والبقاء في البيت إذا كان الإنسان مريض، وطبعا يستطيع العناية بنفسه. يعني هاي المبادئ يجب أن يفهمها المجتمع وتصبح يعني شيء زي ما تقول هذا هو الطبيعي الجديد النيو نورمال. فهذا شيء ضروري أن يتم عمله وزراعته وغرسه في المجتمعات. طبعا إمكانية حدوث ذروة أخرى وارد جدا، يعني هذا شيء لا يمكن، ولن نستطيع أن نتخلى عن هذا النمط من الحياة إلا حتى يأتي لقاح جيد وبنسبة عالية من الفعالية ويتم إيصاله لكل المجتمعات في العالم.
دكتور غسان، على ذكر اللقاح والعلاج، الآن هناك كما تعلم جيداً سباق بين الكثير من المراكز الأبحاث والشركات، شركات الأدوية، للتوصل إلى اللقاح من جهة والعلاج من جهة أخرى. هناك الآن أسماء كثيرة وعناوين كثيرة تطرح، آخرها كان ريمديزيفير طرحه الدكتور أنثوني فاوتشي في الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذه برأيك ما تزال مسائل تحت التجربة والاختبار ولا يمكن التعويل عليها بشكل بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت يعني فيها بوادر أمل على الأقل الآن؟ نعم، هلا هاي الادويه احنا يعني بنعرفها ويعني صرنا خلص سامعين عنها كثير وشايفين لها عليها دراسات في كل انحاء العالم، ولكن يعني لسه ما عندنا نتائج نهائيه. يعني في شيء لازم نفرقه، هي النتائج النهائيه لدراسه معينه والنتائج اللي بنشوفها على اليوم يعني مع خبرتنا اليوميه. هلا بالنسبه لخبرتنا احنا الحمد لله بنعرف انه مثلا الهيدروكسيكلوروكين دواء جدا فعال، دواء بيساعدنا كثير بيخفف من المرض، بيخفف من مده المرض ومضاعفاته على المرضى. بعدين في ادويه مساعده دخلناها في المده الاخيره مثل الكورتيزون، مثل مسيلات الدم للتعامل مع هذا الوباء، وبرضه اثبتت فعاليتها على ارض الواقع او على تجربتنا. ولكن لسه الدراسات لم تنتهي، يعني لسه بدنا نستنى المعلومات، رغم انه كل المعلومات اللي اتصلنا هي ايجابيه لهذه الادويه. الريمديسيفير هلا مثلا برضه احنا بنعرف انه بالمختبر اعطانا بوزيتيف وبلشنا نجربه على مرضى، بالاخص على المرضى اللي حالاتهم ايفنت في غرف العنايه المركزه، وبنعرف انه النتائج لسه لازم تندرس بطريقه او يعني نتائجه بحذر عالي، لانه بنستخدمها في مرضى بنستخدم معهم عده ادويه مش بس الريمديسيفير، فلذلك لسه بدنا يعني نسبة أعلى من المرضى يكون متعافوا وتعالجوا بهذا الدواء لأنه نأكد المعلومات هاي. يعني اللي درجة الكلوروكين لسه متطور شوي أكثر استخدامنا له أو المدة أكثر بنستخدمه، فلذلك عندنا معلومات. هلا في يعني هلا لازم ما ننسى إنه هي لأول مرة كل العالم وكل المختبرات، معظم المختبرات في العالم بتركز مجهود كبير على دراسة مرض واحد. فلذلك يعني هذا بفائلنا كثير، لانه بنلاقي يعني الدواء ان شاء الله قريبا. هذه اول مره بتحصل في تاريخ العالم انه كلنا نجاهد ونكافح ونقاتل في يد واحده واتجاه واحد. دكتور فارس، في الدقيقه المتبقيه، هل تركيز العالم كله على هذا الوباء كما يقول الدكتور غسان قد يجعل مساله التوصل الى علاج مساله ممكنه في 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 الاشهر القليله القادمه على الاقل؟ صحيح، كلما اجتمعت الدول والعلماء والعقول كلما سهل أو تم الوصول إلى علاج بصورة أسرع. شكرا جزيلا لك. طبعا أهم شيء في مسألة الدواء أن يكون فعالا على هذا الفيروس تحديدا وأن يكون آمنا للاستخدام البشري، هذه هي المعايير المتبعة عادة في اعتماد هذه الأدوية. شكرا جزيلا لك الدكتور فارس البكري، استشاري الأمراض المعدية والفيروسات، كان معنا من عمان. وأشكر ضيفنا من مدريد الدكتور غسان الجعيدي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. شكرا لكم.